السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاوفرلود والريلي طبعا ده بيكون خاص بالثلاجات او الفريزر او التكييف. الاوفرلود ده بيكون تشغيل موصل مباشر مع طرف الموتور، وعلشان يشغل طرف المشترك علشان يشغل الموتور، لكن ليه مهمة كويسة جدا. ده بيكون طرف من الاطراف الكهرباء ليه مهمة كويسة جدا، ان هو لو الموتور سخن او الضغط سخن زيادة عن اللزوم طبعا بيفصل الموتور علشان السخونية ما تسببش حرق للموتور. وبيكون معاه ريلي دوت بيشتغل برضو، بيكون طرف تاني بتاع كهرباء موصل كهرباء للموتور علشان يشغله، وبيكون معاه طرف تالت بيبدأ في بداية التشغيل بس وبعدين بينتهي. طبعا ده معظم اعطاله ان هو بيفصل الموتور خالص، ما بيخلوهوش شغال، كباس ما يشتغلش، وكمان ممكن يكون الكباس بيفصل او يشتغل لمدة ثواني، بيشتغل لمدة ثواني ويرجع يفصل تاني ما بيقومش. ايه الاسباب؟ الاسباب ممكن يكون الاوفرلود، ده طبعا ممكن بيكون زي ما احنا قلنا وقت السخونة بيفصل خالص، ممكن يكون قطع خالص باظ ما بقاش شغال، او ممكن كمان اقل سخونة بيفصل معانا. طبعا كل اوفرلود بيكون على الكباس معين، ده مثلا مكتوب عليه سوتس اتش بي، يعني اللي كباس سوتس في ربع، لكباس ربع يعني بيتحمل حرارة اكتر لكن القياس واحد. ازاي نقدر نختبره؟ اول حاجة بنجيب الافوميتر او بنسة الامبير ونشغل على وضع البزر او وضع الصفارة وبنبدأ نختبره. ده الطرف اللي بيدخل فيه الترميلة بتاعت الكهرباء، وده الطرف اللي بيدخل فيه الموتور، لازم يكونوا موصلين، بيدي معانا صفارة كده يعني موصلين. لو جبنا حرارة عالية او جبنا ولاعة او اي حاجة وسببنا سخونة كده هنلاقيه فصل معانا، لو الحرارة راحت بيرجع يشتغل معانا. لكن اهم حاجة نختبرها ان هو بيفصل معانا كده، وممكن نشغله في الموتور نستنى 5 دقايق او اي حاجة نتأكد ان هو ما بيفصلش بسرعة كده. طريقته شغال. اوفرلود تاني، ده بيقطع معانا مش شغال، او ممكن توصيلات، لا في مشكلة، في مشكلة بيقطع معانا ممكن ما نشغلوش. في انواع تانية اوفرلود ده الكتروني، في نوع زي ده بيكون لامس برضو الكباس علشان يحس بالحرارة، نفس طريقة الاختباره، ده اللي بيدخل فيه الكهرباء وده اللي بيتوصل مع الموتور او الكباس، وده اللي بيدخل فيه الكهرباء مش مدي معانا اي صفارة. ده تالف، لو جبنا واحد زيه ده شغال اهو، شغال بيدي معانا صفارة و فاصل ما بيديش معانا صفارة خالص، دوت برضو كمان شغال. ده انواع الاوفرلود برضو، ده شغال برضو. جربناه. في بقى ريلي، برضو نجرب الريلي الالكتروني الاول. اول حاجة الطرف اللي متوصل فيه كهرباء والطرف التاني موصل، تمام، ده حاجة. تاني حاجة لازم الطرفين يكونوا موصلين مع بعض، بيفصلوا بس في بداية التشغيل كده فاصلين شغالين يبقى شغال، لو ما بيديش معانا قراية او الصفارة يبقى مش شغال معانا. كمان لازم نتأكد ان هو ما بيعملش صوت لما بنحركه معانا كده علشان شغال. ده في انواع تانية، لو بيعمل صوت طبعا خلاص نرميه لان هو بايظ. ادي نجرب برضو معانا زيه، في بيكون ليه اطراف تانية اهو مش موصل، ده بايظ. اهو بيعمل صوت اهو، ده ما تشغلوش. اول اختبار كده بالايد نشوفه، برضو مش شغال، بيدي راي لكن ما بيديش صفارة، يعني هو يفصل ويشتغل معانا. وده برضو بايظ. ده في انواع تانية زي ده، برضو نفس الاختبار الطرفين مع بعض،
في انواع تانية برضو نفس الطرفين مع بعض، لكن بيبقى واضح من الشكل ان هو اتحرق. ده بتاع دنفوس الاصلي محروق سبب اهو لسع، ده مش نافع برضو. دي طرق الاختبار بتاعت وفي ده مش شغال. نجرب واحد زيه اهو الطرفين بتوعه شغال معانا. وفي بقى بتاع السكوب او دنفس اهو، ده الاصلي حتى بيبقى مكتوب عليه سكوب او دنفس، برضو نفس الحكاية. ده بيكون الاوفر بيشتغل اوفرلود وريلي، لان بيكون الانواع دي من الكباسات بيكون الاوفرلود داخلي جوه الكباس نفسه. يعني لو اوفرلود داخل الكباس باظ يبقى بيتغير كله دوت، بس بيوصل الكهرباء. ازاي برضو نختبره؟ ده طرف بتاع الاوفرلود اللي هو راس المثلث بيبقى لتحت، وده الطرف التاني اوفرلود شغال او متوصل بعض. طيب الطرفين التانيين بيتقاسوا بعض، ما ادانيش الصفارة، ممكن نقيسه من هنا، ما ادانيش الصفارة مش شغال. طيب نجرب ده، وده باين عليه برضو محروق اهو. الاوفرلود شغال لان هو مش اوفرلود، هو بيبقى موصل مباشرة برضو، ما ادانيش اي صفارة فده بايظ. فدي طريقة اختبار معظم الاوفرلود والريليه. ده برضو نفس الحكاية اهو، الريليه شغال، الاوفرلود برضو اهو زي اللي احنا جربناه قبل كده شغال برضو. فده شغال معانا وشكله متبهدل، والجزء اللي بيبقى جوه دوت بايظ لكن شغال معانا. وده معظم الاشكال بتاع الاوفرلود والريليه، ونقدر نغيرهم لو الكباس اقل من نص نقدر نغيرهم بالاوفرلود والريليه الالكتروني اللي هما العاديين. فلو بايظ معانا التلاجة بتفصل وتشتغل في ثواني او فصل خالص، اول حاجة لازم نختبرها طبعا ده ونقدر نجربه. طبعا احنا جربنا نشغل الموتور مباشر عشان برضو نختبر الموتور ونعرف المشكلة فين بالظبط، عشان بدل ما نجيب قطع غيار او اي حاجة يبقى الموضوع سهل علينا. شكرا، ما تنساش تشترك في القناة وتدعمنا بلايك، وقول لنا رأيك او استفسارك في التعليق.